وبالعودة إلى تطور الأحداث الجارية في إيران، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن المتخصص في الشأن الإيراني السيد محمود أحمد. سيد محمود، مرحبا بكم. يعني التظاهرات تدخل أسبوعها الثاني، لكن ما مقومات استمرارها لو كانت ستستمر؟ تفضل سيد محمود. شكرا جزيلا، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. أخي العزيز، المظاهرة ما زالت مستمرة وإن حصلت فيها بعض الإشكاليات بسبب قطع الإنترنت ومحاولة النظام بالزج بالحرس الثوري وقوات خاصة لبعض المدن الإيرانية، لكن ما زالت التظاهرات مستمرة والنظام الآن يحاول أن يوقف هذه المظاهرات ولم يتمكن حتى الآن. الليلة الماضية إلى حد الفجر كانت بعض المدن مظاهراتها مستمرة ولم يدخلها أي عنصر من قوى الأمن. بعض المدن ما زالت بيد الناس. نعم صحيح، النظام أخرج بعض المتظاهرين بالقوة من المدارس ومن الموظفين ومن العمال وغير ذلك بالإجبار وبتهديد السلاح، بتهديد الطرد من العمل، لكن هذا كله لا أتصور أن يجدي نفعا بالمستقبل حتى يتمكن أن يوقف فيها. نعم. هذه الحركة. لكن سيد محمود، يعني إيران على لسان قادتها وصفت الاحتجاجات التي خرجت بها بعض المحافظات الإيرانية، وصفتها بأنها الفتنة، وقالوا بأن الفتنة قد وئدت وماتت. ما دقة هذه التصريحات وكيف تعلق على مصطلح الفتنة سيد محمود؟ طبعا هذه التصريحات لا قيمة لها، لا شرعا ولا قانونيا ولا أخلاقيا حتى. أولا، الفتنة من جاء بالفتنة؟ جاء بها حزب لتنظيم للجهة بعينها. هذه المظاهرات خرجت من كل الشوارع، من كل المدن، في كل الشوارع خرجت، في الأحواز بأعظمها، خرجت في كردستان بأعظمها، خرجت في خراسان بأعظمها، وطهران ومشهد وشيراز، الفرس مع الغوبيات كلها خرجت فيها. إذن الفتنة من أين جاءت وانتشرت بهذا الانتشار الواسع على إيران؟ هذا من جانب. الجانب الثاني، أنه انتهت هذه الفتنة؟ لم تنتهي أيضا، ما زالت موجودة. النظام دائما هذه سياسته، اذا حصل شيء، وانا اذكركم وحضرتكم تعرفون انه احنا في كل القمع اللي حصل للاحواز في زمن حكم البعث كان يتهمنا صداميين، وفي زمن جمال عبد الناصر يتهمنا الناصريين، واليوم يتهمنا السعوديين السلفيين. فكل الشعوب في داخل إيران لديه اتهامات باطلة يتهم بها هذه الناس. الواقع أنه كل ما يقوله النظام هو خلافا للواقع، لأن لو افترضنا وتمكن النظام من إيقاف المد الشعبي لهذه المظاهرات، هل هذا يعني أنه النظام لديه شعبية في إيران؟ بالتأكيد لا، لأن كل ما موجود في الشارع اليوم يدل على أن هذا النظام فقد كل شيء. طيب. سيد محمود، يعني الولايات المتحدة دولت أزمتكم ضد نظام الملالي في طهران، لكن هنا هل يمكن التعويل من قبلكم كأحوازيين على موقف الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي؟ طبعا أنا هذا الرأي، احنا بالنسبة لنا الأحوازيين يختلف عن الآراء في داخل إيران. تمام. الآراء في داخل إيران، نعم، الفرس خصوصا دائما يعطون الاعتبار الرئيسي للتدخل الأمريكي، وطبعا هو أي تدخل، الأمريكان ما تدخل، ما فعلوا شيء إلى الآن. هم أعطوا شعارات للتدخل لكن لم يفعلوا شيء، حاصروا بعض الشركات أو بعض الأفراد، ولا يؤثر هذا على مجرى الأحداث. الذي حصل في الأمم المتحدة فيه صدى إعلامي، مجرد صدى إعلامي، والأمريكان إلى الآن لم يفعلوا شيء. المتخصص في الشأن الإيراني السيد محمود أحمد، شكرا جزيلا لكم.